السلام عليكم مرة أخرى. نرجع بنكمل كمان ثلث ساعة أو ربع ساعة عشان نقدر نحضر المحاضرة الثانية. فهذه الدائرة بنسميها احنا بي سي دي آدر. إذا حاولت إني أبنيها على الواقع العملي يعني باستخدام أي سيز أشتريها من السوق، راح أضطر أشتري أربعة تشيبس إذا خليتهم مثل ما هم. تو تشيبس عباره عن باينري ادرز، وتو تشيبس واحد للاند وواحد للاور. اما اذا حولت الاند اور سيركت الى ناند فانا بحاجه الى ثلاثه اي سيز. واضح يا شباب؟ يعني احنا عاده بنحب لما ببني انا الدائره من اي سيز على بورد بحب اقلل عدد الاي سيز. اما اذا انا كهاردوير بصنع السيستم من الصفر وبدي ابنيه على اسك يعني على ابلكيشن سبيسيفيك انتجريتد سيركت، بختار اني اقلل عدد الجيتس. واضح يا شباب؟ الو، واضح دكتور. طيب الان we want to talk about subtraction in binary. احنا خلصنا الان الاديشن وشفنا البي سي دي اديشن كيف بتم. يعني اذا انت بدك تجمع تو، لو كنت حتجمع مثلا تو بي سي دي نمبرز، واحد قال لك اجمع لي مثلا 80 87 زائد 60 56 مثلا، وقال لك بدك تستخدم لي بي سي دي ادرز، شو بتقول له؟ بتقول له اوكي انا في عندي الخانتين الاولانيات هذول بدهن بي سي دي ادر اولاني، وفي عندي الخانتين الثانيات بدهم كمان بي سي دي ادر ثاني، وفي عندي كاري بتطلع من هون وبتيجي لهون. وبالتالي تقول له هذا راح يحتاج الى تو باينري او تو بي سي دي ادرز. البي سي دي ادر الاول بتدخل عليه السبعه مثلا مع السته، وبتدخل الكاري زيرو هون، فهذا بنطيك راح يعطيك 13 اللي هي 3 وباليد 1 اللي هي الكاري هاي، وهذا الكاري بندخلها ككاري انبوت للرقم الثاني. طبعا انا لما بحط خط واحد هون يعني اكثر من بت، هذا 4 بتس وهذا 4 بتس اللي هون، وانا بحط الثمانية والخمسة. اوكي الان راح يجمع لي 8 زائد 5 زائد 1، فواحد ثمانية تسعة وخمسة 14، فراح يعطيني أربعة وبيعطيني هنا بالكري واحد، فالنتيجة راح تطلع 143 صحيحة إذا بشتغل like this. يعني I will need two BCD adders. BCD adder الأولاني وال BCD adder أو عفوا الثاني وال BCD adder الأولاني. Well, you can cascade as many digits as you want. يعني بدك ثلاث خانات برضه راح يلزمك another BCD adder. واضح يا شباب؟ واضح كيف ممكن نربط ال BCD adder عشان نجمع خانات عشرية؟ طبعا في الآلة الحاسبة البسيطة اللي ظهرت بدايات السبعينات تنقول أو الثمانينات بتستخدم ال BCD numbering وبتستخدم ال BCD arithmetic circuits. يعني مباشرة أنت بتحط الأرقام ال BCD والدوائر اللي في الداخل بتشتغل ان بي سي دي. الالات الحاسب البسيطه اللي كنا نستخدمها زمان. واضح يا اخوان؟ واضح يا دكتور. طيب الان ليتس ثينك اباوت سبتراكشن، كيف نطرح احنا ارقام بالنظام الثنائي؟ قلنا انه في الكمبيوتر في الواقع بيستخدم الكومبلمنت كوسيله للطرح. انا لما بدي اقول اكس ناقص واي بقول هذه عباره عن اكس زائد الناقص واي. وطبعا هنا بصراحه هاي الواي كومبلمنت بصراحه هاي يعني رمز، انا برايي مش يعني ممكن يعمل كونفيوجن. هذا سميه الونز كومبلمنت. الونز كومبلمنت الواي. الان الوانز كومبلمنت الواي، واي برايم يعني ما بتعكس الواي، انت بتحصل على الوانز كومبلمنت. قلنا اذا في عندك مثلا 1 0 1 1
أو 1 0 1 0 تعملها كومبلمنت بتصير 0 1 0 1 هذا اسمه الونز كومبلمنت لهذا انت بتعكس الونز لزيروز وزيروز لونز فانت عشان تحصل على الكومبلمنت انت بحاجه لانفرترز عشان تحصل على الونز كومبلمنت لاي رقم دخل كل خانه على انفرتر تحصل على الونز كومبلمنت لكن انا الونز كومبلمنت اذا بجمع له واحد لما بجمع له واحد انا على ايش بحصل لما بتجمع للونز كومبلمنت واحد على ايش بتحصل المتمم الثاني توز كومبلمنت اي نعم ممتاز تحصل شو اسمك انت بشير الجراح كويس يا بشير نحصل على التوز كومبلمنت طيب انا لما بجمع الاكس بلس التوز كومبلمنت الواي التوز كومبلمنت للواي انا كاني قاعد شو بساوي كاني قاعد بعمل اكس ماينص ايش واي ماينص واي لان التوز كومبلمنت الواي ما هو الا ايش الا الماينص واي هو تمثيل الماينص واي في الكمبيوتر اذا فكره الطرح في الكمبيوتر تتم عن طريق الجمع ان انا بدي اطرح اكس ناقص واي انا بجمع الاكس للكومبلمنت للتوز كومبلمنت تبع الواي والتوز كومبلمنت تبع الواي بحصل عليه عن طريق اني احصل على الونز كومبلمنت الواي واجمع واحد طب كيف بتتم هاي العمليه شوف كيف عملوها قال لك الواي هيا الواي دخلناها على انفرترز فاحنا هون حصلنا على الوايز كومبلمنت اللي بيطلع عندي هون الواي 3 برايم الواي 2 برايم ما هو الا الونز كومبلمنت الواي هذا ما هو الا الونز كومبلمنت للواي الونز كومبلمنت للواي لما باجي بجمع انا واحد هنا بحط الكاري واحد فكاني انا جمعت اكس بلس الونز كومبلمنت الواي سميها واي برايم مثل ما هو حاططها بلس واحد اوكي لانه هاي الكاري بدها تنجمع معاهم فانت الواحد هذا مع الواي برايم ما هو لما تجمعهم مع بعضهم هذا بنطيك التوز كومبلمنت للواي وضحت الفكره وضحت الفكره كيف بنحصل على التوز كومبلمنت الواي ان حطينا الونز كومبلمنت الواي هون وحطينا الكاري واحد واضح يا شباب واضح يا دكتور طيب اذا انا في حاله الطرح راس مالها اني اعمل كومبلمنت للمطروح وادخل محل الكاري بدل ما تكون زيرو ادخل محلها واحد وهيك بكون النتيجة اللي هنا عبارة عن X minus Y طيب لكن أنا أحياناً بدي أجمع فإذا بدي أجمع ما بدي أعمل كومبلمنت في حالة الجمع لما بدي أعمل X plus Y في حالة X plus Y ما بديش هذول الانفرترز الـ Y بتخش زي ما هي في حالة الجمع وهذا بيكون زيرو وليس واحد إذا أنا بدي دائرة تعمل لي ما يلي، تقول لي هاي الدائرة بدها تستطيع تقوم بعملين، إما تقوم بجمع الإكس أو واي زائد واي أو تقوم إكس ناقص واي، يعني عندها قدرة إنها تعمل الطرفين. لما بدها تعمل الطرح بدها تعمله بطريقة إنها الواي تحصل على الكومبلمنت تبعها، تعكسها. وتدخل واحد على الكري. بس أنا في عندي قاعدة معروفة في اللوجيك بالنسبة للإكسكلوسيف أور. انت لما بتاخذ الاكسكلوسيف اور واذا كان عندك هنا انت مدخل مثلا اي اذا حطيت هنا صفر اي اكسكلوسيف اور زيرو شو بتعطيك اي شيء بتعمل له اكس اور مع زيرو شو بيعطيني كومبلمنت للاي لا بيعطيني نفسه واي شيء بتعمل له اكس اور مع 1 بيعطيك الكومبلمنت تبعه. اذا دخلت الاي مع 1 بيعطيك الاي برايم. فالاي اكسكلوسيف اور 1
is equal to A prime. إذا صار في عندي فكرة الآن إنه أنا ممكن أخلي الرقم زي ما هو أو أحصل على الـ ones complement تبعه عن طريق إيش؟ عن طريق أدخل هنا exclusive ors وعن طريق إنه هاي الخانة مرات أحطها صفر ومرات أحطها واحد. فإذا حطيتها صفر حافظت على الرقم زي ما هو، وإذا حطيتها واحد حصلت على الـ ones complement تبعه. إذا الدائرة تبعتنا راح تكون ببساطة كالآتي. كم صرنا بالوقت احنا؟ 10 دقائق، ضايل كمان 10 دقائق. اذا لاحظوا معي ما يلي. اجينا سمينا اوبريتر او انبوت خارجي بنسميه كنترولر احنا. انبوت خارجي راح نسميه كنترولر. هذا الكنترولر بتحكم لي بالعمليه، هل هي عمليه جمع ولا هي عمليه طرح؟ فاذا بدي اجمع بحط الكنترولر هذا زيرو. إذا حطيت هذا الكنترولر 0 هون، حطيت هذه 0، راح يجيني زيروز على الاكسكلوسيف اورز، معناها اللي راح يطلع عندي هون البي هو نفس الواي. فالحالة هاي البي راح تكون نفسها بالضبط الواي، راح يطلع الرقم هذا زي ما هو، لأنه أي شيء بتعمل له اكس اور مع 0 بيظل نفسه، وبكون عندك هون 0. فهذا شو راح يعمل؟ راح يعمل A في حالة الـ M0، راح يعمل الـ X بلس Y، وبكون مدخل لي صفر هون من برا. فالنتيجة راح تطلع عندك هي حاصل الجمع تبع الـ X بلس Y. إذا هذا الـ F راح يكون في الحالة هاي X بلس Y. هذا لما بيكون الـ M قيمته صفر. طيب إذا بدي أطرح، قال لك في حالة الطرح حط هذا واحد. فأنت لو تحط هذا واحد بدل الأصفار اللي هون راح يخش عندي ونز. وهذا راح يطلع الكومبلمنت تبع الواي. الكومبلمنت تبع الواي هذا عباره عن الونز كومبلمنت الواي. ونز كومبلمنت. وهذا راح يكون قيمته واحد. فانت الونز كومبلمنت زائد واحد بيعطيك التوز كومبلمنت، فكأن عملت اكس ماينس واي. يعني هاي صارت الاكس بلس الونز كومبلمنت الواي سميناها واي برايم. بلس واحد. فأنت عبارة عن الـ X صارت ماينس Y. النتيجة عبارة عن X ماينس Y. وهيك بنكون صارت الدائرة عندنا هذه تسمى Adder Subtractor. This is called 4-bit binary. Binary Adder slash subtractor. ولانه في له تو اوبريشنز بيلزمني كنترول مكون من خانه واحده، لانها اما جمع واما طرح، هذول عمليتين بحاجه الى كنترول واحد اللي هو سميناه هنا الام. في المايكرو بروسيسورز عاده الانستركشنز لما بتنعمل اوكي، لما بتيجي في بتلاقي بالاسمبلي انستركشن في عندي انستركشن اد، في عندي انستركشن سبتراكت. فهذول يؤدوا الى ذهاب واحد او صفر الى الام حسب الانستركشن. اذا كانت الانستركشن جمع بروح صفر للام، واذا كان الطرح بروح واحد للام. فافهم لي من الان مصاعدا ان الكمبيوتر في الداخل المايكرو بروسيسور تبعه ما عنده دائره طرح معينه، وانما يقوم بالطرح عن طريق الجمع، عن طريق دائره الجمع باستخدام الاكسكلوسيف اور للحصول على الونز كومبلمنت للرقم المطروح واضافه واحد للنتيجه عشان يحصل على التوز كومبلمنت. واضح فكرة الادر سبتراكتر؟ واضح يا دكتور. في حدا عنده اي سؤال عليها؟ اذا في شيء مش واضح بعيده. طيب
نشوف السلايد اللي بعدها. هنا يعني رجعنا للباينري ادر، لما بنجمع انساين نمبرز في حاله الجمع انساين نمبرز انت لا تتكلم عن بوزيتيف ونيجاتيف، تتكلم فقط اولويز عن بوزيتيف نمبرز. اما في حاله ال اوكي، في حالة التوز كومبلمنت نمبرز في الواقع الدائرة هذه مش مضبوطة، يعني كان المفروض يستخدم فيها الاكسكلوزيف اورز مع الواي 2 مثل ما شفنا في الدائرة السابقة. اوكي، الان في عندي اخر تو كاريز دائرة، هاي يا اخوان مش كاملة هاي الدائرة، خلينا نشوف اذا في سلايد بعديها بنفيها بشكل كامل. لا، هاي الدائرة يا اخوان فيها خطأ، دائرة الطرح شفناها قبل شوي احنا، هذه الدائرة للأسف يعني هذه غلط. الأصل انه هون الوايات هذولا كلهم يدخل شو عن طريق اكسكلوسيف اورز، يعني هذه يكون في عندي اكسكلوسيف اور اوكي، وفي عندي كنترول اسمه ام. ففي الواقع يعني دائرة الادر سبتراكتر في حالة باستخدام التوز كومبلمنت في عندي اكس اورز عشان احصل على الونز كومبلمنت للرقم المطروق. لان في عندي شغله بس هو اللي راسمها بشكل صحيح اللي هو الاوفر فلو، انه اخر تو كاريز سي 4 والسي 3 هذول اذا اخذناهم على اكس اور بيعطوني انديكيشن اذا حصل عندي اوفر فلو او لا. ايش يعني اوفر فلو؟ في الواقع لانه الوقت غير كافي خليها للحصه القادمه، ما راح يكفي الوقت، ثلاث دقائق المتبقية من 20 دقيقة مش راح تكفي إني أشرح الأوفر فلو ونوضح هاي الفكرة. نراكم إن شاء الله يوم الأربعاء في حصة. بس ممكن أسأل سؤال عن الامتحان لو سمحت؟ تفضل. دكتورة لا، من ناحية تشابتر 4 مش كله داخل صح؟ لا طبعاً، هاي آخر محاضرة. ها. الحصة القادمة راح تكون مراجعة. تمام إن شاء الله. وبالنسبة دكتور كنت انت حاطط اللينك لدكتور ثاني بيشرح فيديوهات، نعم تنصحنا ان ندرس هذول الفيديوهات من ناحيه يعني؟ اه طبعا، يعني انت شوف اللي بريحك، بجوز بتفهم عليه اكثر من عندي. مش قصدي اي شيء، بس انه عشان حسيت انه الفيديوهات كان شرحها بسيط لانه ابسط من الدوسيه، مش قصدي اي شيء، والسلايدات كان مش فاهم فيها كثير، بس هذا القصد. اي سلايد؟ السلايدات اللي بشرح منها انا؟ لا في كان سلايدات ثانيين. لا يا سيدي، انت شوف اللي بتفهم منه واشتغل عليه. انا حطيت يعني كلهم شيء منيح صح؟ يعني اي شيء انت بتفهم عليه اكثر استخدمه. انا برايي الدراسه الاصليه من الكتاب، اها يعني الدراسه الصحيح انك تقرا من الكتاب. السلايدات بتكون يوم الامتحان للمراجعه فقط. ممكن هي جايد لاين لك تعرف شو المواضيع، لكن ليست الطريقه الصحيحه للدراسه. الطريقه الصحيحه للدراسه ان تقرا الكتاب وإنك تحضر المحاضرات. طبعاً اللي بيحضر محاضراتي وبنتبه لي كويس إن شاء الله يعني المحاضرات تبعتي مع السلايدات بتكون كافية، لكن أنا بفضل دائماً يكون مرجعك الأساسي هو الكتاب إن شاء الله. ويوم الأربعاء دكتور هي مراجعة عامة صح؟ مراجعة عامة. نعم. شكرا الله يعطيكم العافية، السلام عليكم.